يلا بينا بقى نبدأ الحلقة ونبدأ أول وصفاتنا، وهتكون رولات اللازانيا بالفراخ. النهاردة هتكون حلوة جدا، حلوة جدا وسهلة جدا في التقديم، حاجة شيك قوي في أي عزومة. تعالوا نقول المقادير وبعدين نشوف الطريقة مع بعض. مقاديرنا هتكون باكت من اللازانيا، هنسلقه تلتين سوا ويبقى معانا بالشكل ده، تمام. عندنا كمان نص كيلو من الفراخ، صدور فراخ متقطعة قطع صغيرة جدا. عندنا كمان فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر متقطعين مكعبات صغيرة. عندنا جزرتين مبشورين، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الريحان الفريش أو البودر زي المتوفر عندنا، علبة جبنة كريمي حوالي 200 جرام، ملح وفلفل أسود. دي مقادير الحشوة بتاعة اللازانيا النهاردة، باينة معانا على الشاشة اهي عشان لو حابين تصوروها. والصوص بقى بتاع اللازانيا هيبقى عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المفروم، عندنا كمان معلقة صغيرة من الريحان الفريش، كوبايتين من عصير الطماطم، معلقتين كبار من الصلصة، معلقة سكر صغيرة، ورشة شطة وملح وفلفل أسود، وطبعا الشطة بتبقى على حسب الرغبة. الوش بتاعنا بقى بتاع المكرونة أو بتاع اللازانيا هيحتاج 3 كوبايات من الجبنة الموتزاريلا والشيدر الأحمر. دي مقادير النهاردة، وتعالوا بينا بقى علشان نشوف هنشتغل ونعمل ايه بالظبط. زي ما قلنا اللازانيا هنجيب باكت اللازانيا ونسلقه في مية طبعا مغلية فيها شوية زيت صغيرين وفيها كمان معلقة ملح. لما المية تغلي هننزل وحدات اللازانيا وما نحاولش نحطهم كلهم في بعض علشان ما يلزقوش في بعض، وأول ما تخرجيها من المية المغلية حاولي تفرديها علشان ما تلزقش في بعضها. دي اللازانيا. الفراخ بتاعتنا طبعا هنجيبها صدور، هنغسلها كويس قوي ونصفيها كويس جدا، وبعدين نقطعها مكعبات صغيرة. هنحط حلة على النار علشان الصوص، وكمان طاسة علشان نعمل الحشوة. ويلا بينا بقى، في الطاسة هنحط شوية زيت صغيرين ونسيبهم يسخنوا علشان نعمل الحشوة، والحلة دي برضو عشان الصوص هنحط شوية زيت صغيرين. عندنا هنا معلقة ثوم كبيرة هنحطها في البداية ونديها تشويحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنديها تشويحة كده لما ريحة الثوم تطلع ويبتدي كده يخش على اللون الذهبي الفاتح. نحضر كده الفراخ بتاعتنا. تقدري تحشيها اي حشوة تانية غير الفراخ، ممكن تحشيها لحم مفرومة، ممكن يكون رولات بالخضار بس من غير لحوم خالص، زي ما تحبي. النهاردة هنعملها بالفراخ، كلنا لحمة كتير في العيد فنحاول وصفات اليومين دول بالفراخ شوية. خلاص التوم معانا بدأ يدخل في اللون الذهبي، هننزل بقى بقطع الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوح الفراخ بتاعتنا. وزي ما بنقول دايما نخلي بالنا ان احنا نفرد الكمية بتاعت الفراخ في الطاسة كلها بحيث ان كلها تلامس الحرارة عشان ما تنزلش المية بتاعتها بالشكل ده، وما نقلبش كتير، كل فترة كده ادي تقليبة علشان المية ما تنزلش من الفراخ وتفضل محتفظة بطراوتها. شايفين الناحية التانية اخدت لون على طول. هنقلب طبعا، الريحة هايلة جدا. وتعالوا بينا بقى في الحلة اللي احنا حاطينها على النار اللي هنعمل فيها الصوص. هناخد الثوم والصلصة، هننزل الثوم، ودايما بنقول نخلي بالنا من الثوم، مش عايزينه يغمق علشان ما يمررش ويدينا طعم مش لطيف. واول ما الاقيه هيدخل على اللون الذهبي على طول نحط الصلصة ونجهز معانا عصير الطماطم وننزل بيه على طول. هايل جدا كده، الصوص اتعمل معانا اهو. هنسيبه بقى يتسبك، بس هنضيف له الملح والفلفل. ادي الملح والفلفل، كل حاجة هنحط لها الملح على قدها هي بالظبط، لان عندنا اللازانيا مسلوقة في مية وفيها ملح، والحشوة يتحط فيها الملح بتاعها، والصوص كمان هيبقى فيه الملح بتاعه، فخلي كل حاجة الملح على قدها بالظبط.
فراخنا بدأت تاخد لون التسوية بالظبط. طبعا هي متقطعة صغير فمش هتقعد على النار كتير. هنضيف كمان للصلصة بتاعتنا رشة من السكر ورشة من الشطة، ودي بتبقى على حسب الرغبة، ممكن تحطيها ممكن تستغني عنها. ونسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض كويس جدا. وادي الحشوة بتاعتنا شغالة خلاص، الفراخ بتاعتنا اتشوحت كويس قوي. هنزل بالفلفل الاسود، وعندنا الجزر المبشور، وعندنا كمان الفلفل الالوان. ونقلب كله مع بعضه. الخضار بيزود القيمة الغذائية وكمان بيزود لي الكمية، فيخلي الطبق معايا إلى حد ما طبق اقتصادي أكتر، وطعمه لذيذ جدا. فاضل الملح، دايما بحب أضيفه في الآخر لأن إضافته في الأول مع الفراخ وهي بتتشوح بيخليها تنزل المية بتاعتها، وده طبعا مش مطلوب خالص. هنحط الملح دلوقتي. تمام، الحشوة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة اهي. اخر حاجة هنضيفها الريحان الفريش او البودر زي ما متوفر عندك. ناخد كده كام ورقة وابدأ نخرطهم كده رفيع على الفراخ، تدي طعم حلو جدا جدا وريحة كمان هايلة. تقليبة واحدة وهرفع الحشوة من على النار. هي خلاص استوت وبقت جاهزة، حطينا الريحان كمان وادالها ريحة وطعم لذيذ جدا. هنرفعها بقى من النار خالص. والصلصة بتاعتنا كمان خلاص اتسبكت، برضو هحط لها شوية من الريحان. تمام، خلاص عملنا الحشوة وعملنا كمان الصوص. يلا بينا بقى هنخلط الجبنة الكريمي على الفراخ، ودي هتديها طعم حلو جدا ومش هنحتاج بشاميل ولا حاجة، وهناخد طعم هايل جدا جدا. نخلط بقى كويس الفراخ مع الجبنة الكريمي. أكلة مش هتاخد وقت مننا بس حلوة قوي، وتقديمها كمان جميل جدا. دايما لما بيكون عندي عزومة قبل ما بفكر في الأصناف بفكر هقدمها ازاي، لأن في العزومة طبعا يعني بتبقي الدنيا مكركبة كتير ووصفات أو أكلات كتيرة بتبقي حطاها على الترابيزة، لو كل أكلة أخدت منك وقت في التقديم فدي هتبقى مشكلة كبيرة علشان تلحقي على اللي انت عازماهم وتلحقي على الأصناف. فدايما فكري في حتة التقديم هقدمها ازاي. في أي عزومة حاولي تعملي الحاجة اللي ينفع تتقدم بسهولة، يعني كل واحد ياخد واحدة كده، فالدنيا تبقى سهلة جدا عليهم، مفيش تقطيع كتير، مفيش استخدام للسكاكين والحاجات كتير، ده بيبقى أفضل قوي قوي في العزومات بالذات. تعالوا بينا بقى نجيب القالب بتاعنا اللي هنشتغل فيه. هنستخدم بايركس بحيث ان انا لو حبيت ادخله على طول على السفرة يبقى تمام، اشتغلنا بيه او فضيناه في السيرفيس مفيش مشكلة، يعني على حسب بقى ما هيطلع معانا من الفرن عامل ازاي. دلوقتي قلبنا الجبنة كويس قوي في الخلطة في الحشوة. هنجيب مغرفة ونجيب طبق نشتغل عليه، ويلا بينا نحشي. هناخد واحدة بالشكل ده، طبعا سلقينها تلتين سوا مش لازم تستوي جامد، علشان لما احطها بقى في الصوص وتشرب كمان من الخلطة بتاعتنا الجميلة دي هيبقى طعمها كمان احلى واحلى. هناخد شوية من الحشوة كده وهنبدأ نلفها. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يطلع من الجناب هندخله تاني ونرولها كده، ونروح على الطاجن بتاعنا ونرص. نعمل كمان واحدة كده. تمام،
خدتوا بالكم؟ تسلم. خدتوا بالكم ان انا حطيت في الطاجن بتاعنا شويه من الصلصه، يعني نص الصوص كده حطيته في الارضيه، وابتدينا نلف ونحشي اللازانيا بتاعتنا اللي احنا سلقينها تلتين سوا بس. شايفين الجبنه الكريمي ساحت مع الفراخ، وهتدي للازانيا طعم حلو جدا جدا. نقفل بقى كويس. طيب لو عندي عزومه وعايزه اعمل الصنف ده، تمام، ينفع اعمله من قبلها بيوم واحطه في الثلاجه، وتاني يوم اطلع على الفرن على طول، ودي هتبقى ميزه حلوه جدا ان هو هيوفر لي وقت ومجهود كبير في يوم العزومه. برده من الحاجات اللي احنا دايما لازم نفكر فيها ان انا ما اتعبش نفسي قوي يوم العزومه، يبقى كل حاجه وكل الضغط في اليوم نفسه، لا نحاول نعمل اصناف لو ينفع تتجهز من قبلها بيوم او يومين كمان، بيبقى افضل واريح كتير جدا جدا، ما يبقى كل الحمل في نفس يوم العزومه، فتيجي تستقبلي ضيوفك تلاقي نفسك مجهده جدا، مش قادره انك انت تقعدي معاهم، او مش قادره حتى انك انت تضحكي في وشهم، ودي بتبقى مش لطيفه، تمام. فعشان كده نحاول ان احنا يوم العزومه نكون مريحين نفسنا قدر المستطاع، عاملين اغلب الوصفات ومجهزينها الا على التحمير الا على الفرن، عشان يبقى الدنيا معانا رايقه شويه، تمام، يعني حاجات كده من وحي الخبرات. اللازانيا ممكن ما تتسلقش، بس دي في حالة ان انا هحطها طبقات في الطاجن، انما رول مش ممكن هعمله وهو مش مسلوق، تمام. يبقى اللازانيا اللي هتعمل رول لازم تتسلق، بس زي ما قلت تتسلق تلتين سوا بس، ما نكترش علشان تشرب او تاخد تلت التسوية التاني في الصوص بتاعنا، فيديها طعم حلو جدا، والحشوه كمان مع الجبن هتديها طعم حلو قوي. شايفين بالشكل ده شكلها لذيذ جدا وهي مرصوصه. هحط بقيه الصوص كده على الوش، مش هنحتاج سوائل تاني خالص علشان نكمل تسوية اللازانيا اللي هي مسلوقة تلتين سوا، يا دوبك هي هيكفيها الصوص ويكفيها كمان الجبنة الكريم اللي احنا حاطينها في الحشوة. وتعالوا بينا بقى نحط على وشها ميكس من الموتزاريلا والشيدر وندخل الفرن. هي هتاخد بالظبط في الفرن ربع ساعة، وهتكون طبعا تسويتها كملت وكل حاجة عندنا الحشوة مستوية وكل حاجة تمام، وهتاخد لون لطيف وتطلع في منتهى الجمال. تقدري تقدميها بسهولة، تاخدي كل رول كده تحطيه في طبق للتقديم، هيبقى لطيف جدا جدا. يلا زي الفل، فرننا شغال وسخن طبعا، ما ينفعش ادخل حاجه على فرن بارد، مسخناه من قبل ما ابدا بربع ساعه على درجه حراره 200، وعلى الرف الوسطاني، وهنحطها علشان تستوي. يلا بينا. ده كان اول طبق رولات اللازانيا بالفراخ. تعالوا بينا نطلع اللازانيا من الفرن بسرعه. واو، اللون تحفه جدا جدا، واستوت وبقت جميله وشكلها كمان يفتح النفس. زي ما قلنا ما بتاخدش في الفرن ربع ساعه، بتبقى هايله جدا. نقدر نقدمها على السفره بالشكل ده، ونبدا نغرف منها كل رول لوحده كده ونقدمه. عشان كده دايما بنقول نخلي بالنا في العزومات ان احنا نستخدم او نعمل وصفات تكون سهله التقديم، ده بيبقى حاجة جميلة جدا. ممكن أوراق بقى ريحان، بما إننا حاطين فيها ريحان فنزين كده كام ورقة، حلو جدا.
تحفة جدا. بصوا كل واحدة بتطلع لوحدها بالشكل ده، فتقديمها زي ما قلنا هيبقى حلو جدا وسهل جدا، مش محتاج منك اي مجهود خالص. ممكن طبعا نفتحها من جوه ونشوف كمان فيها ايه. بصوا طبعا اللازانيا استوت والحشوة بتاعتها بتاعت الفراخ باينة اهي، والدنيا تمام وزي الفل. تسلم يا مصطفى.